وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، بعد التحية، ضعنا في أجواء المعرض اليوم، أبرز ما تضمنه من فعاليات وأنشطة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم، هو إقبال منقطع النظير لهذه النسخة 54 لمعرض الكتاب. ربما اليوم هو يوم الجمعة، هو يوم إجازة رسمية، لذلك الأعداد تزايدت بشكل كبير وبشكل ملحوظ حتى عن الأيام السابقة. خلال الأيام السابقة وصل عدد زائرين لمعرض الكتاب لما يقرب من 2 مليون مواطن. بالفعل ربما بالأمس فقط كانوا ما يقرب من 300 ألف مواطن زاروا معرض الكتاب ليحضروا مختلف الفعاليات داخل المعرض. ربما كما ذكرتم أيضا الفعاليات متنوعة داخل معرض الكتاب في هذه النسخة، لا تعتمد فقط على قراءة الكتب أو شراء الكتب المختلفة والمتنوعة كما هو المعتاد، ولكن أيضا هناك الندوات الثقافية والصالونات الثقافية التي يعني ربما تعمل على توعية الجماهير بقضايا اجتماعية مختلفة وقضايا مجتمعية مختلفة، وأيضا يعني ربما قضايا ترفيهية في بعض الأحيان. هناك أيضا جزء خاص بالأطفال، مسارح الأطفال لها إقبال كبير جدا في حقيقة الأمر في هذه النسخة. هناك إقبال كبير من الأطفال والعائلات لحضور هذه يعني ربما النشاطات الخاصة بالأطفال. الأطفال يشاركون إما بشراء الكتب الصغيرة وشراء القصص الصغيرة، ولكن أيضا يشاركون بأيديهم في بعض الورش مثل الرسم وغيرها، وأيضا يشاركون في المسرحيات والمسابقات المختلفة بالأطفال، لأن هذه النسخة ربما تعمل على التوعية بشكل عام، التوعية الثقافية لا تعتمد فقط على القراءة ولكن أيضا النشاطات الثقافية المختلفة. اليوم هناك أيضا رصدنا بعض الأجنحة التي تشارك بفكرة عرض الهوية وتثبيت الهوية. على سبيل المثال هناك أجنحة لحلايب وشلاتين تعرض فيها منتجات حلايب وشلاتين والتعريف أكثر بحلايب وشلاتين. هناك أيضا أجنحة أجنبية تشارك للمرة الأولى مثل الماجر والدومينيكان على سبيل المثال، يشاركون أيضا بالتعريف بثقافتهم المختلفة. وأيضا الأردن وهي ضيف شرف هذه النسخة، هناك أيضا اليوم العديد من الندوات الخاصة بالأردن. على سبيل المثال القاعة من خلفها قاعة ضيف الشرف، وهي دولة الأردن، كان هناك يعني ندوة ثقافية خاصة عن الثقافة الأردنية والتعامل الأردني، وأيضا بمشاركة بعض الفنانين الأردنيين هنا في معرض الكتاب. ربما رصدنا أيضا يعني خلال جولتنا في صالات المعرض المختلفة، رصدنا في حقيقة الأمر يعني انخفاض أسعار الكتب. هناك أماكن تعطي الكتب بالمجان لمجرد التوعية الثقافية، على سبيل المثال هيئة الاستعلامات المصرية. هناك أماكن تبيع الكتب بخمسة جنيهات فقط، تخفيضات تصل لـ20%. هناك تخفيضات أيضا على يعني شراء عدد أكبر من الكتب. لذلك يعني المعرض يهتم أكثر بالوصول للمواطنين عن طريق عرض الأفكار وعرض الكتب المختلفة والثقافات المختلفة، وهذه رؤية عامة عن نشاطات اليوم. والآن أعود إليكم. نعم، أشكرك جزيلا من معرض الكتاب كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية.